هنكمل برضو ان في تغييرات اخرى حصلت غير المصري والمحله، لكن خلينا نروح للاستاذ ياسر يحيى، طبعا الشخصيه الرائعه ونائب رئيس النادي المصري، وطبعا من الشخصيات المحببه ليا جدا جدا جدا، ويعني كل ما بروح بورسعيد بقى يعني الاستاذ ياسر بصراحه ما يتوصاش، من الشخصيات الرائعه وابن من ابناء النادي المصري كمان طبعا، اللي بيحبوا المخلصين اللي بيحبوا النادي المصري جدا، واللي يعني المره دي وانتم عارفين الاستاذ ياسر يحيى كان رئيس النادي المصري فتره من الفترات، لكن طبعا هو قابل ان هو يكون موجود كعضو مجلس اداره عشان يعني يكون موجود في النادي المصري مع مستر كمال ابو علي، ان هو عايز يخدم النادي المصري مش فارقه معاه المناصب يعني. استاذ ياسر ازاي حضرتك؟ حبيبي كابتن كريم، انا بشكرك على الكلام الكبير. لا والله ده اقل من حقك كمان يا استاذ ياسر. حبيبي انت عارف انت بالنسبه لي ايه والله. الله يخليك يا استاذ ياسر، ودايما انت عارف النادي المصري بالنسبه لنا طبعا من الانديه المحببه جدا اللي احنا كلنا بنحبها، ونتمنى دايما النادي المصري يكون في مكانه عاليه وبيلعب على المنافسه وبيبقى يظهر بشكل مميز دايما يعني. والله طبعا يا كابتن كريم انت من الناس اللي دايما في ظهرنا وفي ظهر النادي المصري. الله يخليك يا استاذ ياسر، لا ده طبيعي احنا مع كل الانديه يعني. حبيبي كابتن الله يخليك. يعني كنت من شويه بحكي قصه كابتن ايهاب جلال والتغييرات والتحقيق وعدم حضور التحقيق وقرار المجلس بتغيير الجهاز الفني وتعيين كابتن طارق سليمان وبشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي، فعايز حضرتك تقول لي الجديد وليه الامور وصلت لكده مع كابتن ايهاب جلال ويعني الامور ما مشيتش بشكل كويس خلال الموسم يعني. والله كابتن كريم بس خلينا نقول طبعا احنا نادي جماهيري طبعا، نادي كبير طبعا، كان النادي المصري وكان النادي المصري فيه اهم حاجه في كان النادي المصري هو الجمهور. ايوه الجمهور هو الدعم الاول والاخير، واحنا دايما بنقول ان لازم احنا في ظهر الجماهير ودايما الجماهير في ظهرنا. تمام. انا بس عايز اقول لك ان العلاقه وصلت مع كابتن ايهاب طبعا، اللي انا بكن ليه كل احترام، بس خلاص الدنيا بقت مش في احسن حاجه، في ضغط غير عادي، فاحنا احتراما طبعا للجماهير. ضغط جماهيري يعني يا استاذ ياسر ولا في حاجه داخل الفرقه ولا ايه بالظبط؟ لا لا خالص والله، هو يعني هي الدنيا وصلت لطريق مسدود وحصل موقف كده ما كانش المفروض يبقى بالشكل ده، فوصلنا ان خلاص يعني انتهت الامور بالتراضي وحصل تعيين للجهاز الفني بقياده الكابتن طارق سليمان ومعاه كابتن مجدي الشناوي وكابتن عبد المنصف كابتن محمود عبد الحكيم وكابتن محمود عبد الحكيم. تمام. بس الموقف اللي حصل ده اللي هو الموقف اللي حصل في الماتش الاخير مع الجماهير والكابتن ايهاب بالظبط كابتن اللي هو الجماهير هتفت ضده، كابتن ايهاب يعني شاور لهم كده اشاره مش يعني مش حلوه يعني، و فيعني بقى طريق مسدود يعني ان كابتن ايهاب يكمل مع المصري. بالظبط كابتن زي ما حضرتك قلت كده، هو موقف وحصل ما فيش داعي بقى ان احنا نتكلم فيه، فكان بس يا استاذ خلي بالك، انا حتى في البرنامج هنا قلت من اسبوع، انت عارف احنا بيجي لنا الاخبار يعني وبنبقى عارفين ان كابتن ايهاب حتى من قبل ماتش الزمالك بتاع الكاس بتاع الدوري سوري الاخراني، ان كابتن ايهاب كده كده هيمشي ايا كانت النتيجه يعني، حتى من قبل الموقف اللي حصل مع الجمهور يعني. والله يا كابتن الموضوع مش كده خالص، احنا طبعا مجلس بقياده الاستاذ كامل ابو علي يعني الراجل كان توجهه الاستقرار، واحنا مش ضد التغيير بدون اسباب. ايوه. لكن زي ما قلت لك الموضوع وصل لطريق مسدود، واحنا شغلنا الشاغل هو اسعاد الجماهير يعني، هو في الاول والاخر زي ما قلت لك يعني انا شايف المنظومه الرياضيه بالنسبه للنادي الجماهيري نمره واحد هو الجمهور. طبعا طبعا. ولما يكون الامور وصلت يعني حتى لو فئه من الجماهير ان القصه ما عادتش وصل الموضوع للتطاول، فخل لازم تاخد قرار سريع. ايوه. وخلاص هي لحد كده وربنا يكرمه ان شاء الله في اللي جاي. كابتن ايهاب طبعا قيمه كبيره طبعا طبعا و من احسن المدربين الفنيين الموجودين في مصر. طبعا طبعا. فنتمنى له الخير في ما هو قادم ان شاء الله. في شرط جزائي فعلا 3 مليون جنيه في عقد كابتن ايهاب؟ لا هو الموضوع مش شرط جزائي، هو خلاص زي ما قلت لك هي القصه وصلت. انا اوكي انا عارف خلاص الموضوع انتهى، لكن في شرط جزائي في عقد كابتن ايهاب مع المصري؟ هو في شرط جزائي 3 مليون؟ الموضوع وصل، لا مش 3 مليون، والموضوع وصل يعني خلص بالتراضي. يبقى في تراضي يعني. طب كويس كويس.
طيب من شويه انا قلت في مرشحين وكان في بابا فاسيليو بتاع المحله، وقلت ان حصل اتصال ما بين رئيس المحله الاستاذ اسامه خليل مع مستر كامل ابو علي، وان هم يعني قال النادي المحله قال لك يعني ما ينفعش تاخدوا مننا المدرب، وحفاظا على علاقات الناديين مع بعض كناديين كبار وليهم جماهير كبيره وانديه شعبيه. النادي المصري تم صرف النظر عن التعاقد مع بابا فاسيليو، وفي اسماء اخرى انا سمعت انتوا كلمتوا الراجل بتاع باتريس بومل الفرنسي ودي صبر، وقلتوا ان انتوا هتجيبوا مدرب اجنبي ولا مدرب مصري، يعني عايز حضرتك توضح لنا برضو الامور ماشيه ازاي خلال الفتره القادمه. شوف يا كابتن كريم، احنا بشكل عام بنحترم كل الانديه، وبشكل خاص طبعا الانديه الجماهيريه ليها طبعا طبعا ليها طبعا مكانه عندنا. فاللي حصل الكلام ده احنا مش طرف الموضوع طبعا، المدير الفني النادي طول ما هو مدير فني النادي المحلي أيوه. احنا ما اتدخلناش وما فيش عرض، احنا مجرد ان احنا سمعنا او جالنا من عن طريق الوكيل الخاص بكابتن بابا فاسيليو ان هو ممكن يكون انهى تعاقده، فاحنا ما ادينا موافقه، لكن عرضنا او كان في عرض خالص الكلام ده مفروض خالص أيوه. زي ما حضرتك قلت ان في انديه كتير سمعنا ان هي برضه بتفاوض، احنا طبعا بره الموضوع خالص طبعا. ايوه بنحترم نادي المحله يعني حتى لو بابا فاسيليو ساب المحله ويعني المصري مش هيتعاقد معاه. لا هو لو ساب نادي المحله خلاص هو خارج نادي المحله، لكن احنا دلوقتي هو خالص مش مطروح حاليا طبعا. مش مطروح في مصر. تمام. التعاقد مع مدرب اجنبي ولا ممكن يكون مدرب مصري يا استاذ ياسر خلال الفتره القادمه؟ لا هو بنسبة كبيرة مدرب أجنبي. مدرب أجنبي، مدرب أجنبي. طيب عايز اتفضل. هو في استفهات كتير معروضة على الأستاذ كامل، والأستاذ كامل متابع دايماً. أيوه. كل كبيرة وكل صغيرة في النادي المصري، الراجل ما بيبذلش وقت ولا بجهد ولا بالمال. طبعاً. وأنا عايز بس أطمن جماهير النادي المصري إن النادي المصري بخير. وجود أستاذ كامل ومجلسه، إحنا بنستنى بس وبنتمنى منهم الدعم الدائم، هو ده اللي هيخلينا ان شاء الله نعدي اي طب طب طب. نتمنى دايما التوفيق والاستقرار للنادي المصري خلال الفتره القادمه. الماتش الجاي مع البنك الاهلي خلي بالكم يعني بالراحه شويه. هقابلك في الماتش. طبعا يا كابتن يحصل لي ان شاء الله. حبيبي يا استاذ ياسر حبيبي، ودايما التوفيق للنادي المصري، وبنحيي اكيد كل جماهير النادي المصري البورسعيدي الانديه المحترمه جدا جدا جدا. بشكرك يا استاذ ياسر. بنشكر الاستاذ ياسر ريحه طبعا عضو مجلس اداره النادي المصري، وكل التوفيق للنادي المصري.